تلك أمة قد خلت، تلك اسم إشارة للبعيد لعظم المكانة وبعد الزمان، وأمة لها أكثر من معنى وفي هذه الآية معنى أمة جماعة من الناس، فتلك الأمة المباركة وإن كانت مضت ورحلت تركت لنا إرثا عظيما وهو ملة إبراهيم، فهل اتبعتم هذه الملة؟ تلك أمة قد خلت، خلت من الدنيا وما فيها، تلك أمة قد خلت فإن كنتم حقا تفتخرون بالانتساب إليها فسيروا على نهجها ودربها وعلى ملة إبراهيم عليه السلام وكلنا نعرف أن في الدنيا ممكن الإنسان يستفيد من النسب والحسب والوسطة لكن الموضوع في الآخر يختلف لا نسب ينفع ولا شفيع يشفع إلا بإذن الله فخيرا لك أن تدع كل هذا وتعمل لا ينفع اليهود انتسابهم إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وإلا لكان نوح عليه السلام نفع ابنه ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه حاش لله أن يظلم ويساوي بين من يؤمن ومن يكفر فحقيقة الدنيا أنها دار عمل وابتلاء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أمامكم أيها اليهود دين مليء بالمعجزات الباهرة دين مليء بالأدلة والبراهين العقلية والنقلية، فاقبلوا هذا الدين أو ارفضوه ودعوا عنكم انتسابكم إلى أمم قد خلت. نحن نتفق جميعا أن العدل هو أساس الملك، وبدون العدل تصبح الدنيا كالغابة. سبق وقال اليهود: لا تمسنا النار إلا أياما معدودة. أتدرون لماذا؟ لأنه سبق لأجدادهم وأن عبدوا العجل، فهم مؤاخذون بعمل أجدادهم، فهل هذا يعقل؟ وزعم أيضا النصارى أن عيسى عليه السلام صلب تكفيرا لخطيئة آدم عليه السلام وما شأن عيسى بآدم فهل هذا من العدل أم من الظلم؟ هل يقبل عاقل أن يؤاخذ بذنب أخيه ويعاقب مكانه؟ بالطبع لا وما فائدة العمل والاجتهاد إذا كانت العاقبة واحدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه بنت محمد سليني من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا وعلينا ان ناخذ العظه والعبره من اخبار السلف ولا نهتم بما سلف من اعمالهم ولا نحاسبهم على ما قدموا واشغل نفسك بالطاعه والاعمال الصالحه والتوبه من السيئات فهي الباقيه في كتابك تذكر يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وتذكر دائما قول الله تعالى وكلهم اتيه يوم القيامه فردا جزاكم الله خيرا